مهندس عطلة أبو زيد أحد الرجال المتميزين في قطاع الجدود، وعنده خبرات وقدرات بيشهد بها الجميع. أما على المستوى الإنساني والشخصي فهو إنسان نقي مخلص مجامل للجميع، يحب ويعطي بلا انقطاع وبلا مقابل. تخرج سيادته من كلية الزراعة عام 1977، اشتغل بعدها في الشركة العامة للدواجن سنتين، ثم شركة القاهرة للدواجن من 1980 إلى 2014، بعدها انتقل ليكون المدير الفني لشركة طيبة لجدود الدواجن. المهندس عطالله بيحمل في جعبته العديد من الحكايات والذكريات عن رواد ورجالات هذا القطاع المهم، قطاع الإنتاج الداجني. تعالوا نسمع ليه وهو بيحكي لنا عن شخصيات اتعامل معاها وشافها بتأثر فيه وفي الصناعة من خلال برنامج حكايات وذكريات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الرواد اللي احنا اتعلمنا منه وأثروا فينا وأثروا في صناعة الجدود، أنا أغلبية كلامي كله عن قطاع الجدود وشغل الجدود يعني. فاتكلمنا على الرواد، اتكلمنا على الشركات الأدوية العلماء اللي احنا استفدنا منهم الحمد لله. فأحب إن أنا أقدم الحلقة دي على أخ عزيز وأخ فاضل، عشرته سنين طويلة، وزي ما اتكلمنا قلنا بنتكلم على شخصية مرحة. مش عايز أقول أغلبية من اشتغل في القطاع الأمهات يعرفوا الأستاذ عمرو علي. الأستاذ عمرو علي برضه من هنقول الشخصيات الحلوة، الشخصيات الجميلة. هو تخصصه كله في التسويق، قعد فترة كبيرة جدا كان ذراع اليمين للدكتور نبيل درويش في القاهرة للدواجن، وطبعا كان ماسك التسويق للأمهات، كان ماسك كذا سلالة معاه بيسوقها. وفي نفس الوقت لما جه فكر وجاب سلالة جديدة بيشتغل بيها من عام 2013، الحمد لله تم اختيارنا ان احنا ربنا وفقنا وجمعنا ان احنا نكون مع بعض ابتداء من 2014، واتعملت شركه طيبه لجدود الدواجن، واتعملت على اساس المحبه والاخوه والاخلاص في العمل. والحمد لله بقى لنا 10 سنين دلوقتي ومكملين باذن الله، على اساس ان احنا عملنا يعني سلاله كويسه ممتازه، وده بفضل ربنا وشغل الناس اللي في الشركه. الاستاذ عمرو علي من احسن الشخصيات اللي انت تقدر تقابلها، واخد بالك، تملي مبتسم، شايل احمال كبيره ولكن قلبه ابيض مع الناس كلها. في نفس الوقت خبرته كبيره جدا في عمليه التسويق، وده الأهم، إنك أنت تنتج منتج كويس وإنك إزاي تعرف إيه تسوقه كويس. وربنا يوفقه بإذن الله، وكل عام وهو بألف خير. باشمهندس عبد الله، طبعا يعني حضرتك زميلة الدكتور عمرو في القاهرة للدواجن، أستاذ عمرو، الأستاذ عمرو في القاهرة للدواجن، ثم في طيبة لطيبة للدواجن. إيه اللي اختلف في شخصية الدكتور الأستاذ عمرو؟ هي واحدة، هي واحدة، الابتسامة على طول. زي ما بقول لحضرتك، يعني احيانا الواحد ما بيبقاش عنده كل، يعني ما يعرفش القدرات الكبيره اللي موجوده في الشخص الا لما يمر بتجربه معينه معا. يعني حضرتك مثلا المعاناه اللي احنا عندناها في بدايه يعني تاسيس الشركه هنا، ايوه، وبدايه ان احنا نقدر نربي السلاله، لان كان هو والاخوه موجودين معانا ما كانوش مصدقين ان احنا ننتج محلي. هو كان معتمدين على الاستيراد. قلت لهم لا، طالما ان احنا موجودين مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، هننجح ان شاء الله ونعمل لوكال، يعني انتاج محلي. ودوت قعدنا سنه كامله، كان السلاله جديده، وكان الشركه الام اللي هي افياشين تخاف ان هي تنزلها، واخد بالك، ولكن الحمد لله، الحمد لله شغلنا سنه كامله في حكايه تجهيز المواقع من ناحيه البايو سكيورتي، والزيارات اللي كانت بتتم بصفه مستمره من افياجين، مش عايز اقول لك كل شهرين ثلاثه كان يجوا
دكاترة سوبر فايزر يجي يشوفوا القطع اللي كنا مستوردينها، وفي نفس الوقت يشوفوا الموقع تم فيه ايه. وكان يسعدنا ان كان يجي ينهوا التقارير بتاعتهم بان الناس اللي موجودة في العمل وخبراتهم ديت خبرات عالمية. ليه؟ كان بيقابلوا الاستاذ عمرو، وعارفين الاستاذ عمرو من باع كبير، كان الحمد لله كان العلاقة الشخصية معايا انا، بحيث اني كنت اول واحد مربي جدد في مصر، بالاستاف اللي جه معايا واشتغل معايا بقى لهم باع كبير قوي وعارفينهم، فدي هي دي اللي سهلت نجحت. الامور دي. اه بجانب عمرو كان يعني الحمد لله الخبره اللي احنا خدناها من نبيل درويش، وفي نفس الوقت يعني مش عايزين نقول ان احنا بنشتغل تيم باستمرار، احنا بنقول هنا الشركه هنا فاميلي، فاحنا هنا بنشتغل تيم واحد، فهو ده اللي بنجحنا الحمد لله، وهو ده اللي محافظ على اسم تيمك الحمد لله. العمل بروح الفريق، ولما يبقى الفريق كله ناس جميله ومتالفه زي ما انا شايف التيم الجذب كله الحمد لله، التيم كله فده طبعا جزء كبير جدا جدا من منظومه النجاح. هل في موقف معين تحب تطلع الساده المشاهدين عليه يا باشمهندس مع الاستاذ عمرو؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك كده، يعني هو كان اصعب موقف ان احنا ناخد قرار ان احنا نشتغل وننتج ونستغل المحل ده، فدي كانت صعبه جدا، ولكن الحمد لله الحمد لله وفقنا فيها الحمد لله. التسويق، يعني رؤيتك للتسويق، الثقل بتاعه في اي شركه قد ايه في منظومه اعمالنا دي يا باشمهندس؟ ما اهم حاجه اللي انت بتشتغل في منتج لايف، منتج حي، فلا عايز منك سرعة التدبير وسرعة أخذ القرار، وتمني إنك أنت تكون متواجد وعارف سعر السوق ماشي إزاي، بحيث إن المنتج بتاعك ما ينفعش التخزين، صحيح. فعشان كده قرارك يكون وقتي وسريع، بحيث إنك أنت دي حاجة. الحاجة التانية الخطة المستقبلية، لما بنقعد نعمل خطة على أساس نقول آه إن إحنا هنستورد قد كده من القطعان عشان ننتج قد كده ومجالنا قد كده، وعلاقاته بقى مع يعني الشركات كلها والناس كلها الحمد لله، يعني ما عرفتش بتسهل ليه. الأمور كتير. اه هو فعلا انسان حبوب جدا، فعلشان كده زي ما قلت لك كده، انك انت بتنتج منتج صعب انك تخزنه، لازم يتسوق في يوم، صحيح. فعلشان كده هو عنده سرعه بديهه، ممكن تتعب بيقرا تعمل السوق مجهود كبير بدري. جدا فيه وتوصل لأداء هايل جدا للقطعان، لكن الأمور ما تخدمكش في الآخر أو العكس، فالأمور فعلا محتاجة. فهو بصراحة بيقرا السوق بسرعة، عنده بديهة يعني، وربنا يوفقه ويديله الصحة عشان نستمر كده على طول بإذن يا الله. رب دايما، يا رب دايما. أشكرك جدا جدا في نهاية اللقاء مع عن الأستاذ عمرو علي، وطبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت الأستاذ عمرو من الشخصيات فعلا الحبوبة الجميلة فعلا اللي فعلا تؤثرك بمجرد ما تتعامل معاها، وفي نفس الوقت ابتسامته لا تفارق واحد احنا قعدنا ليك. فترة كبيرة يعني، احنا كنا نعرف بعض من ساعة ما هما تم يعني شغله معانا في القاهرة، ولكن كان ارتباطي معاه كان أكتر من سنة 2005، وأكتر وأكتر من 2008 لما كان مكتبي أنا وهو قصاد بعض، كان بيتنا يعني كان دكتور نبيل، مكتب دكتور نبيل، وفي مكتب يمين ومكتب شمال، كنت أنا باستمرار مع دكتور نبيل، فاحنا استفدنا، وفي نفس الوقت صارت الأخوة والمحبة بينا لغاية الحمد لله لغاية الآن، وبندعي من ربنا إنها تستمر ربنا يديمها يا رب تستمر، دايما. ربنا يديمها نعمة علينا إن شاء اللهم الله. امين يا رب العالمين. بشكرك جدا جدا يا باشمهندس، ونلتقي حضرتك باذن الله في لقاءات قادمه باذن الله. بإذن الله إن شاء شكرا الله جزيلا. إن شاء الله، شكرا. تشرفت النهارده، الله يسعدك. الله يخليك.